في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بختام تعاملات جلسة اليوم. بداية جلسات الأسبوع سجل رأس المال السوقي مستوى 793 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 11952 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة.